مرحبا بكم، خلوني احط لكم الكومنت الله يسعد مساكم، مساكم الله بالخير، نور نوركم طبعا. اليوم أنا مستانسة إن بنات مدرستي موجودين وياي، شكرا لكم. اليوم طبعا هذه الجلسة يمكن رقم 5 أو 6 تقريبا، من يوم ما قطعت هذا العهد على نفسي أني أخدمكم من خلال منصاتي في السوشيال ميديا، وأقدم لكم كل اللي أتعلمه من معارف مختلفة. وأنا الحمد لله رب العالمين يعني سعيدة أني أنا قدرت أني أنا أوفي بهذا الوعد، وأني أستمر في تقديم هذه الخدمة لكم من خلال اللايف. لكن اليوم شوية يعني الموضوع مرتبط فيني جزئيا أكثر ما هو يمكن يكون شأن عام، لكن أعتقد أن تجربة تستحق أني أنا أشارككم إياها، وهي هي مرتبطة بخلف الميكروفون مثل ما تشوفون. طبعا طلع خلف الميكروفون بعد تقريبا 3 سنوات بحلة جديدة، عارفكم تشوفونه مجلوب حاليا، بس أتمنى أنكم تشوفون الكتاب وأنا حاطة صورته على اللايف. طلع بعد 3 سنوات تقريبا أو أكثر بحلة جديدة حجمها أصغر من قبل. التحديث مو بس في الشكل ولا بس في خيار الدار اللي أتعاون معها هذه المرة، وهي دار سيل للعزيزة إيمان بن شيبة، واللي أوجه لها كل شكر وتقدير لأنها دعبتني في تقديم هذا الكتاب لكم بحلة جديدة. كذلك أشكر الأستاذ معتز الصديق على اهتمامه وتشجيعه لهذه الفكرة. أنك يعني تمسك مشروع وتعيد العمل فيه مرة ثانية، وتعيد النظر في الشهادة الأولى اللي قدمتها للقراء، يعني هذا الشيء ليس بسهل أبداً. يعني نحن عندنا حل من الحلين، اما ان نحن نضخم هذا العمل ونزيده واقدم لكم اياه ضعف الكتاب الاولي، يعني يمكن 200 صفحه او 200 وشيء، او اني اختار اني اتخذ قرار اصعب، وهو اني انا اختصر من الكتاب واصغر حجمه واشيل كثير من الاشياء اللي كانت جزء لا يتجزأ من التجربه يوم قدمتها قبل 3 سنوات. وطبعا كالعادة ممكن أتخذ قرار صعب بهاي الصعوبة بالنسبة لأي كاتب، لأن الكتاب يعرفون أنه شيء صعب بالنسبة لهم أنهم يقتطعون من تجربتهم المكتوبة أثناء إعادة النشر. لكن أنا اتخذت هذا القرار بكل أريحية. ليش؟ لأن في نهاية اليوم أبغى أقدم لكم شيء يعني يستحق ذائقتكم ويلامس تجاربكم الحالية ويضيف لكم حتى لو شيء بسيط. خلف الميكروفون السبتايتل أو العنوان الفرعي دروس من واقع عملي متغير. هذا الواقع اللي أنا لا أزال أعيش فيه، واقع الإعلام. أنا كنت أظن أن أنا يوم بمسك وظيفة مختلفة، وحين هذه ثالث سنة تقريبا أو ثاني سنة تقريبا اللي في هاي الوظيفة، في التسويق في الإدارة، بنفصل عن الإعلام اللي أنا تعودت عليه. لكن اكتشفت أنه بالعكس، أنا صرت ملتصقة بالإعلام أكثر من أي وقت مضى. صح أني مش موظفة 24 ساعة فيه، ولكن لا أزال أقدم فيه وأقدم فيه بحب وأقدم فيه بوعي أكبر من قبل. فالواقع العملي في الإعلام واقع متغير، واقع يأخذ منا كثيراً ونعطيه كثيرا،
لذلك أنا أؤمن أن هذه التجربة راح تنفع الشباب الشابات اللي مقبلين يعني في حياة جديدة وخيار جديد في حياة عملية مرتبطة بالإعلام، سواء في التلفزيون، في الإذاعة، أو في الصحافة، أو في صناعة المحتوى عموماً. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، في فهرس. أنا أحب الفهرس، البعض ما يحبون الفهارس، بس أنا أحب الفهارس. الفهارس تعطينا دليل، تقول لنا إن هذا الفصل في الصفحة الفلانية، وبالتالي نتخذ قرارات كثيرة أثناء القراءة نفسها. ممكن أنا أطوف فصول كثيرة وأنتقل مباشرة إلى فصل معين يعنيني، وممكن من خلال هذا الفهرس أقول لا، أنا محتاج أني أنا أقرأ كل هذه الفصول حتى أصل إلى الفصل اللي يعنيني. ففكرة الفهرس جدا كانت بالنسبة لي يعني إضافة قيمة. شكرا إيمان على هذه الإضافة. الإهداء تغير في هذا الكتاب. الإهداء هو لكم، إلى أولئك الذين يدركون أن الفشل ما هو إلا بداية، وأن الواقع ليس كما نراه بالعين المجردة، وأننا بحاجة إلى أكثر من الإعلام حتى نصدق. فهذه هي البداية، البداية أن لا تصدق، البداية أن لا تصدق كل ما ترى، أن لا تصدق كل ما تعيشه حتى يلمسك في الداخل، حتى يغير شيء فعليا من قناعاتك، من أفكارك، من مفاهيمك. حينها تصدق فقط. ما نقدر نصدق كل اللي نشوفه اليوم، ومع كل هذه الثورات المعرفية والتكنولوجية ديدنا أو السمة التي يجب أن تكون ملازمة لنا هي الشك الذي يقود إلى اليقين. يعني هذا هو الإهداء الأول. خياري الأول هذه المرة في هذه النسخة من خلف الميكروفون كان مختلف تماماً. طبعاً أرحب بكل اللي انضموا لنا، زميلتي شذا مرحبا بك. أي حد منكم عنده أي تساؤل يخص هذه التجربة، ضعوا لي الأسئلة في خانة الأسئلة عشان أقدر أني أشارك الآخرين السؤال. خلف الميكروفون في النسخة الفائتة كان بادي مع فيرجينيا وولف، مع مفهوم أو فكرة أدبية أكثر، لكن هذه النسخة بالذات لأن أنا أردتها أن تكون عملية أكثر، أردتها أن تكون أقرب للأصغر سناً، وأردتها أن تكون من واقع التجربة الإعلامية عموماً. فاخترت باربرا جيل وولترز حتى تكون هي البوابة والافتتاحية في هذا الكتاب. والاقتباس اللي اخترته هو أن تشعر بالتقدير، وأن تعرف حتى ولو مرة واحدة فقط أن يمكنك القيام بعمل جيد لهو شعور رائع. وأعتقد اللي تغير فيني في هذه السنوات أن أنا أبحث عن الجيد، لكن السؤال هو جيد بالنسبة لمن؟ صحيح أن في معايير مهنية في الإعلام تحكمنا نحن الإعلاميين شو ما كانت مهنتنا الإعلامية، ولكن اليوم وفي هذه اللحظة بالتحديد أنا أؤمن أكثر من أي وقت مضى أن المعايير الأهم التي يجب أن تحكم أي إعلامي هي المعايير اللي منطلقة من ذاته. طبعاً هذا الانطلاق من الذات مبني على أشياء كثيرة، على المحيط اللي تربينا فيه، والناس اللي نتعامل معاهم، والطريقة اللي أخذنا فيها الإعلام هذا، والخبرة اللي اكتسبناها أثناء العمل الإعلامي، وبعدين منظومة القيم والمبادئ اللي ظلينا نبنيها كل هاي السنين. بناء على ذلك نحن أيضا نوجد الكود أو الدستور الأخلاقي الخاص بنا كأفراد وإعلاميين. أنا أؤمن اليوم أن الجيد هو جيد بالنسبة لي أنا كصفية، لكن يمكن ما يكون جيد بالنسبة لسين أو صاد. هل منو اللي يحدد؟ السوق أو الميدان الإعلامي
أو نحن كأشخاص. فخلف الميكروفون في هذه الطبعة أيضا هو عبارة عن سلسلة تساؤلات أنا طرحتها على نفسي، وأنتم كقراء ستطرحونها على أنفسكم عندما تقرؤون هذا الكتاب. احتفالا بالبدايات هو الفصل الأول، عنوان الفصل الأول. وأنا أؤمن أن حياتي كلها بدايات، بدايات جديدة في كل مرحلة من مراحل حياتي اللي كانت تشكل حجر زاوية في هذه الحياة. يمكن تكون طبعا قبل كانت تقريبا كل 5 أو 7 سنوات، الحين استوت كل سنة وأحيانا كل كم من شهر. ليش؟ لأن طبيعة الحياة تدفعنا أن نكون متطورين بهذه السرعة شئنا أم أبينا. اليوم حتى عيالنا مو بقادرين ياخذون وقتهم في النمو، هم المسافات الزمنية تلتهمهم التهاما وصاروا يكبرون وأسئلتهم أكبر منهم ومنا يمكننا في أعمارهم. فما بالكم بنا نحن الأشخاص اللي مررنا على أشياء كثيرة في حياتنا وتواجهنا تحديات كثيرة اليوم وتضعنا في المنتصف. فاليوم هذه البدايات أنا أقدمها لكم أيضا بمثابة شهادة على هاي الرحلة اللي أنا أشوفها أنها ما كانت عادية، لأني أنا طول الوقت كنت أستمع إلى صوتي الداخلي كذلك. طبعا الحين أستمع إلى صوت الباب لأنه ولدي فجأة دخل. ماما بعدين. بعدين أوكي ماما سكر الباب. What time? بعدين. One hour. Why? It's gonna be 9. One hour 9. أوكي. شكرا. Okay. سكر باب بابا. شفتوا كيف؟ اليوم كنت أكلم واحدة من الصديقات أقولها الحياة علمتني حتى يعني عندما أقطع وعدا على نفسي ألتزم به. أنا من هالنوعية، أنا أقطع الوعد على نفسي قبل ما أقطع على أي حد. فحتى وعودي مع أبنائي بمثابة درس. يعني في هال3 سنوات قدمت لكم تجربة ثانية اللي هي كانت ما بعد الإعلام الذي نعرفه. ما بعد الإعلام الذي نعرفه كتاب يعني شوية ثجيل، ثجيل من ناحية أنه هو فيه كثير من التحليل للمشهد الإعلامي. هني الناس اللي يدورون عن أشياء أكثر عمقاً، دراسات و كيس ستاديز وأمور كثيرة وتحليل، يعني تحليل إعلامي أكاديمي. هني أنا بعد كبرت، ففي خلف الميكروفون كتجربة إنسانية كبرت بطريقة مختلفة، وهناك كتجربة في أنه مختصر. نصحوني صديق عزيز، نصحني أني أختصره. يقول أن قراء اليوم يعني ما عندهم نفس طويل. ما أقدر ألومكم طبعا، لأن يعني حتى صارت القراءة في لفترة طويلة والقراءة بهذا العمق عبارة عن صراع. يعني حتى القراءة، قراءة كتاب كبير، معركة نحن نخوضها، معركة مع الوقت ومع التزامات كثيرة ومع المزاج. فاختصرت لكم حتى يكون يعني أخف وطأة عليكم وسريع، ممكن تقرونه في يوم إذا تبغون. لكن اللي سوته لي إيمان هذه المرة أنها حطت لي مكان حتى يعني مثل فواصل ترجعون لها، فيها كلمات، فيها عبارات. أنا يعني هذه العبارات هي اللي أنا أؤمن بها، هي مثل ما تقولون حكم الحياة اليومية. وحطيتها لكم أيضا في الكتاب بما يتوازى طبعا مع الفصول والمواضيع الموجودة. فأول أول أول كلمة، اختر معاركك بحكمة. المعركة اللي بتختارها في هذه الحياة، سواء كانت قراءة كتاب من 500 صفحة ولا تغيير وظيفة، قطع علاقة أو بدأ علاقة، حتى معركة أنك تصحو كل يوم من السرير حتى تقوم بروتين معين، هذه كلها معارك يومية نحن نخوضها، ولكن يجب أن نختارها بحكمة. بمعنى تلك المعركة التي نختارها نحن مستعدين أن ندفع من وقتنا
جهدنا، علاقاتنا وصحتنا، يعني عندنا استعداد تام على دفع لدفع الثمن، ثمن هذه المعركة، ولذلك نحن نختارها بحكمة. المعارك التي لن تؤدي إلى مكان ما، المعارك اللي تعرفون أن استثمار الوقت والجهد فيها ما له نتيجة في حياتكم، حياتنا القصيرة نسبياً اللي ما نعرف كيف راح نكملها في ظل الظروف المختلفة حوالينا، حتى هذه اللحظات اللي نحن نصرف فيها من وقتنا وجهدنا وتعبنا وصحتنا ونفسيتنا وأمزجتنا، يجب أن يتم اختيارها بحكمة، وهذا الشيء يخلينا نكون أكثر هدوءاً، أكثر تصالحاً، أكثر اتزاناً. لذلك يعني على قدر الحلم وعلى قدر العزم يكون الثمن وتكون النتيجة، على قدر الحلم وعلى قدر العزم يكون الثمن وتكون النتيجة. فقط تذكروا أننا ولدنا أحرارا وأننا من نختار سجوننا. ما أعرف شو السجون اللي أنتوا اخترتوها وكيف فرضت عليكم. جزء كبير من السجون ترى السجون الذاتية، هذه اللي نحن نعيش فيها، سجون العلاقات، سجون المجتمع، سجون الثقافة، سجون خيارات الوظيفة أحياناً. هذه السجون جزء كبير منها مصنوع كان في بداياتنا، يعني في أول 7 سنوات من أعمارنا، بسبب المحيط، بسبب الأشياء اللي تلقيناها في صغرنا، وبعد 7 سنوات نحن شاركنا في صناعتها. ألا منو يقدر يتخلى عن هذا السجن ويحرر نفسه؟ وشو هي الطريقة؟ في سجون أو في قيود يمكن التحرر منها بومضة، بقرار واحد حازم، وفي سجون نظل نعيش فيها لسنوات وسنوات. هل نحن مستعدين نكمل وقادرين على دفع الثمن وتقبل النتيجة بصدر رحب؟ بعد 10-20 سنة بنقول يا ليت، أو بنقول حياة كانت تستحق أن تعاش ومستعد أني أنا أعيشها 2 و3؟ فهذه من الأمور اللي أيضا يعني من الأشياء اللي أنا يعني حطيتها لكم في هذا الكتاب. أنا بالنسبة لي يوم كنت صغيرة، يعني أكثر الأمور اللي أنا كنت مسجونة فيها القلق، خوف من الآخرين، والخوف من الخطأ، وأحياناً الملل، وعدم وضوح الرؤية، وإحباط، وفي أشياء كانت موجودة في البيئة يعني خارج عن إرادتي. اليوم بعد كل هذه السنين أقدر أقول أن في أشياء كثيرة تخلصت منها بحكمة، ولأن التجربة علمتني أن نحن نحلم لوحدنا ونعيش في داخلنا لوحدنا، ويمكن من الأسئلة الصعبة، وهذا كان عنوان كتاب حتى، من سيبكي علي إذا رحلت؟ فهل هؤلاء الأشخاص كلهم اللي أنا أسوي لهم 1000 اعتبار عندما أريد أن أتخذ خطوة في حياتي، يعني شو هي النسبة والتناسب في هذه العملية كلها؟ كم المساحة اللي أنا أستطيع أن أقدمها لهذا الشخص حتى أمنحه حق التحكم في هذه القرارات وهذه الأحلام؟ هذه كلها الأسئلة الصعبة اللي يا أنها تقودنا إلى التحرر من هذه السجون اللي نصنعها، أو أن نظل سجناء عمر فيها. فتركت لكم هذا الشيء، و تذكروا أن أحلامكم تحدث بسببكم أنتم فقط، ليس يعني بسبب أي أحد آخر. حتى اليد التي تمتد لنا حتى ترفعنا أو حتى تدعمنا أو حتى تجرنا إلى الخلف، في نهاية اليوم هذه قراراتنا نحن وخياراتنا نحن، أن نجر، أن نرفع، أو نثبت في أماكننا. خلوني آخذ في
في أسئلة وصلتني. أنا أنس، زميلي أنس، مثل ما لاحظت هو هذا كل الجديد اللي هسه أتكلم عنه. أنا أول مرة أقول حق حد أن كتابي يستحق القراءة، والله يعني ما كنت قلت هالكلمة. في نهاية اليوم أيضا هي وجهة نظر شخصية، لكن أنا أؤمن بالمنتج اللي أنا اشتغلت فيه، ولذلك في نهاية اليوم إذا تشوفون أنه بيضيف لكم شيء في حياتكم بيسعدني أنكم يعني تقتنون هذا الكتاب. هو موجود في دار سيلز في القاعة الثانية، مرة تدخلون على يساركم وبتلقون إن شاء الله. ليش هذا الاسم؟ لأن الاسم مرتبط بتجربتي الإعلامية اللي معظمها كانت خلف الميكروفون ولا تزال، سواء كمذيعة أو صانعة محتوى أو معلقة صوتية، فأنا خلف الميكروفون دائما. من الأشياء اللي موجودة في هذا الكتاب أيضا في نسخته الجديدة، فريمورك أو طريقة تفكيري أو مفهومي أنا للموهبة وكيف يمكن التعامل مع الموهبة. هذا طبعا ابتكاري بناء على خبرتي أنا في هذا الشيء، وكيف أنا نميت مواهبي ومهاراتي واستثمرتها. فالموهبة دائما يتم اكتشافها، رقم واحد، يا يكتشفها المحيط، الأسرة، الأهل، الزملاء، المدير، ما أعرف، ولكن كل ما كانت في سن أبكر كل ما كان أفضل طبعا. واكتشاف الذات، الشخص يكتشف أنه هو عنده هذا الشيء. طبعا عملية الاكتشاف عملية الاكتشاف، راح أجيب على هذا السؤال، عملية الاكتشاف الذاتي تحتاج إلى تجربة مستمرة، أن تضع نفسك في قيد التجربة دائما، وأن تشارك في أمور كثيرة حتى تكتشف ما هي موهبتك الحقيقية. دون أن نضع أنفسنا قيد التجربة لا يمكن اكتشاف مواهبنا، وهذا ما حدث معي. أنا دائما وضعت نفسي قيد هذه التجربة، التجربة الإعلامية، لذلك اكتشفت بالضبط شو هي مساحاتي، وين مواهبي موجودة. بعد ما نكتشف هذا الشيء مهم أن نستثمر فيه. شو يعني نستثمر فيه؟ يعني نضع جهدنا ومالنا ووقتنا وحتى أحياناً علاقاتنا خدمة لهذه الموهبة. مثلاً على سبيل المثال تأخذون دورات، تتدربون، يكون عندكم منتر، تقرون باستمرار، تتعلمون باستمرار. الوقت اليومي المخصص لتطوير هذه الموهبة ودعمها بالمعرفة اللازمة، هذا هو الاستثمار في الموهبة. حتى تكتمل هذه الدائرة يجب بعد أن نستثمر في هذه الموهبة نضعها قيد التجربة، حتى نكتشف فعليا إذا نحن عندنا مساحة لتطويرها، هذه موهبة حقيقية أو مجرد شيء كذي طرى على بالنا. بعد ما نضعها قيد التجربة ونكتشف أنها هي تستحق هذا الجهد والوقت والثمن اللي مدفوع حتى نستثمر فيها، نستثمر الموهبة نفسها، أي نحول الموهبة إلى قيمة، إلى أسد، إلى قيمة يتم الاستثمار فيها. هنا تبدأ تتحول الموهبة إلى شيء ممكن يدر علينا مردود معنوي أو مادي. بعد ذلك السايكل هذه تحتاج إلى استمرارية، يعني عملية الاكتشاف تظل دائما مستمرة، ليس فقط الاكتشاف بمعنى أن اكتشاف مواهب جديدة، ولكن أحياناً حتى اكتشاف المساحات الجديدة في الموهبة نفسها. على سبيل المثال أنا عندي موهبة في الأداء الصوتي، اكتشفتها مبكراً من سن صغيرة جداً أيام الإذاعة المدرسية، ولكن على كبر بديت أستثمر فيها. تستثمر فيها كيف؟ بالتدريب المستمر، دفعت حق كورسات، اشتريت كتب، بعدين وضعتها قيد التجربة في الإعلانات. صار لي تقريبا أكثر من 7 سنين أنا أشتغل في هذا المجال، اليوم وصلت لمرحلة يعني مستوى متقدم فيها، والآن تحولت إلى ماذا؟ إلى أسد، إلى شيء يدر علي دخل كمعلقة صوتية. طيب كيف كملت عملية الاكتشاف في نفس الموهبة هذه؟ اكتشفت مساحات أخرى موجودة في اللغة الإنجليزية، موجودة في التمثيل الصوتي، موجودة في قراءة الكتب الصوتية، وبديت ردة السايكل مرة ثانية، استثمار قيد تجربة، استثمار موهبة، اكتشاف. فعملية الاستمرارية في هذه الدائرة أساسية وايد.
ما عندي كتاب علمي إلكتروني على التليفون، لأن يعني ما فهمت شو هذا السؤال، إذا ممكن توضحين السؤال. ضعوا الله يخليكم أسئلتكم في خانة المخصصة للأسئلة. كيف أكون اجتماعي؟ مريم اليوم الموضوع ما له علاقة في هذا الموضوع بصراحة، يعني أنا ممكن أخصص جلسة ثانية تتحدث عن هذا الأمر، ولكن باختصار مريم تكون اجتماعي بأن تضع نفسك في خدمة المجتمع، هذا تكون تضع نفسك في خدمة الآخرين إذا من هذا المنطلق نتكلم، أو إذا قصدك سوشيال يعني عندك علاقات وترابط اجتماعي يمكن تقصدين من هالناحية، فأنا ما أعرف بالضبط أنت شو تقصدين من أي ناحية، ولكن ممكن يتم تخصيص جلسة أخرى لهذا الجانب. اليوم أنا أتكلم فقط عن تجربتي في خلف الميكروفون. الصوت الرخيم أم الصوت الرقيق للإلقاء الصوتي؟ سلطان، الصوت الرخيم له مكانه والصوت الرقيق له مكانه، الصوتين يمكن استخدامهم في الإلقاء الصوتي ولكن بطرق مختلفة. موهبة في مساحات مختلفة، أنتم فقط شيء محدود، يعني باي بوك. الموهبة ما يستوي تمشي باي بوك، هذا تعليم، هذه ليست موهبة. الفرق بين التعليم أن أنت تعرف ألف باتا، هذه هي القوانين وأنا أمشي عليها القواعد وأطبقها، لكن لما تكون موهبة معناته في مرونة في تسخير هذه الموهبة على أكثر من مستوى. فنعم، إذا كانت عندك موهبة موجودة حقيقية يمكن أن تشحذي هذه الموهبة وتثقفيها أكثر وتستثمرينها بطريقة جميلة، لكن إذا ما كانت موهبة موجودة ممكن باي بوك تتعلمين أنه والله يقدر. أنا أجبت على هذا التساؤل. ما رأيك بمقولة أن تأتي متأخر خير من لا تأتي أبدا؟ وهل خلف الميكروفون للمهتمين بالإذاعة فقط؟ أوكي، أن تأتي متأخر خير من لا تأتي أبدا. طيب إذا جيت متأخر والحفلة من مهتمين بالإعلام، بصناعة المحتوى، العمل في التلفزيون، ولكن كثير من الآراء عن الطبعة السابقة كانت تقول أن الكتاب يصلح للجميع. فهي تجربة، إذا أحببتيها يا منى ممكن يمكن تلاقين فيها شيء جميل. When should we expect the English version of the book? This question owner of Sales Publishing, and she said that she would love to work on the translation, so you can expect it soon, inshallah. Okay. ممكن تفيديني برواية لاقت إعجاب منك؟ صديقتي بنت علي، في كثير من الأعمال الروائية التي أثرت فيني، مش لاقت إعجابي، أثرت فيني، يعني هي مو فكرة أنها أنا أعجب في هؤلاء كثر ما هي فكرة كيف تأثرت، كيف غيرتني. من أوائل الروايات كانت قادة الكاميليا، اسكندر دوما، عمل كلاسيكي
مترجم. ألف ليلة وليلة من الأعمال التراثية المهمة، من الكتب الجميلة جدا، وغيرت فيني وأثرت فيني وحسنت حتى في أدائي اللغوي والخيال عندي. لاحقا بديت أقرأ كتب أو روايات مثل اسمي أحمر، أورهان باموك، بلدي، رسول حمزة توف، حليب أسود، أليف شفق، أعمال رضوى عاشور بلا منازع يعني، أعمال أمين معلوف. يعني صار لي فترة بصراحة، أعمال غسان كنفاني، هذه أعمال يعني تغير، أعمال دوستويفسكي، الفقراء، كانت من الأعمال الرائعة اللي أثرت فيني وغيرت فيني، خالد حسيني، أعمال بثينة العيسى. هذه هي يعني معظم الأعمال اللي أنا قريتها، وكانت بالنسبة لي يعني بالنسبة للي يبغوني أكون في صدى الملاعب يعني ما أعرف إذا أنا أنفعكم كضيفة في هذا البرنامج، ولكن أتشرف أتشرف. يمكن التواصل معي عبر الخاص لاحقا. شكرا جزيلا لك أخي، ما يعني ما تقصر. كل اللي أقدر أقوله أن هذا عبارة عن اجتهاد وعمل يومي مستمر على نفسي، ولكن كذلك أيضا الثقة، الدعم المستمر منكم، يعني هذه من الأشياء اللي تساعد كثيرا المذيع أو الإعلامي أو الشخص اللي مثلنا يعني اللي يمتهن هذه المهنة، أن يقدم دائما أفضل ما عنده. من الكلمات اللي أباكم تحطونها: أنت وحدك في داخلك، الرحلة لك. أنت وحدك في داخلك، الرحلة لك. هل فن الإلقاء موهبة أم اكتساب؟ أجبت عن هذا التساؤل قبل قليل. ممكن يتم اكتسابه، ولكن الموهبة مختلفة عن التعلم، يعني بالقواعد والشروط. هل يستطيع الشخص أن يصبح كاتب بعد الثلاثين؟ نعم، ويستطيع أن يصبح كاتب بعد الخمسين أيضا. يستطيع أن يصبح الشخص يعني كاتب في أي مرحلة من مراحله العمرية، إن كان يحمل هذه الموهبة فعليا، وإن كان يحمل الهم أو الموضوع اللي يدفعه للتعبير بهذه الطريقة. يعني الكتابة هي طريقة تعبير، ولكن هو تعبير ليس من المفترض أنه يكون مرة واحدة في العمر. يعني أن تمتهن الكتابة أيضا شيء مختلف، وأن تكتب شيء مختلف يعني. فبعد أن تصبح كاتبا، يعني قصدك تمتهن الكتابة، أم قصدك أن تكتب فقط لمرة واحدة للتعبير؟ من خلاصة تجربتك في قطاع الإعلام، هل ترين أن المجال أعطاك ما طمحت لتحقيقه؟ المجال أعطاني الكثير أنس، المجال أعطاني الكثير، أعطاني فرصة ذهبية للتعبير، وأعطاني فرصة للتواصل مع كل هؤلاء القامات التي لم أكن أحلم يوما ما أني أنا أشوفها. يعني في معرض الكتاب سجلت من فترة جلسة لجيلبرت سينوي. طبعا جيلبرت سينوي هو كاتب فرنسي من أصل عربي، وكتب رواية اسمها الصقر، تتحدث عن شخصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، القائد المؤسس رحمة الله عليه وطيب الله ثراه. هذا الكاتب أنا كنت يعني أقرأ كتبه، موجودة على رفوفي، يعني مترجمة إلى العربية من الفرنسية، لكن أن تتاح لي هذه الفرصة الذهبية أن ألتقي بشخصية وأحاورها، من غير الشخصيات الكثيرة اللي حاورتها في أبو ظبي تقرأ، ومن غير هذيك الوقفة اللي وقفتها أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عندما كرمني في أوائل الإمارات، من غير تلك الوقفة اللي وقفتها وأنا أمثل بلدي في حدث دولي، يعني لو لم أكن في هذا الإعلام، من وين كانت بتيني هذه الفرص كلها؟ يعني ما كانت بتيني. الإعلام أعطاني كثير، أعطاني كثير، وأعطاني الثقة،
أعطاني المصداقية، أعطاني الإيمان، أعطاني يعني أنا أعرف شو سبب هذا التساؤل أنس. هذا المجال أنا لا أزال أؤمن أنه بقدر ما تعطيه يعطيك. يمكن ما أعطاني النجومية اللي نحن نتخيلها للإعلاميين، يمكن ما أعطاني ذلك، لكن أعطاني إشباع داخلي مهني معرفي، أعطاني وعي ما كان ممكن يكون عندي لو أني أنا ما اشتغلت في هذا المجال. نعم أعطاني الكثير، أعطاني لأني أنا أعطيته، لأني أنا أعطيته ولا أزال أعطيه. يعني وأنا أعيش الإعلام، يعني أنا أعيش الإعلام بشكل يومي، أعيشه بوعي، أعيشه بمحبة، أعيشه باجتهاد، أعيشه بعطاء، أعيشه برغبة في أن أقدم شيء للآخرين. الإعلام ما استخدمني، أنا استخدمت هذه القناة، أنا استخدمت الإعلام حتى أساهم في خدمة مجتمعي. فأنا يعني أحمد ربي وأشكره أني أنا قدرت أني أنا أكون شيء. من بين الجمل إن شاء الله إذا عجبكم الكتاب لا تنسون تأخذون وتحطونه في الإنستغرام عندكم. عش طموحك من خلال روتين حياتك اليومي، واجعله جزء من منظومة قيمك ونظام أهدافك وجدول أعمالك. أي شيء تبغون تكونون متميزين فيه، أي شيء you want to master، أي شيء تبغون تكونون الأفضل فيه، عيشوا بشكل يومي، يعني اجعلوه جزء من روتين حياتكم اليومي حتى تتحسنوا وتتطوروا فيه وتعطوا فيه أكثر. أتمنى أنس، أتمنى أنك تقتني النسخة الجديدة. عندما يهاجمك الإحباط لا تستسلم له، تذكر أن تكرم حلمك بمقاومة السلبي ومواكبة التحدي حتى تصل. والله ما أعرف البث ليش يقطع، بس أنا عندي أشوفه أوكي، فأم not sure. في فصول أن تعرف نفسك عن معرفة الذات، كيف تعرف نفسك؟ لتعرف نفسك عليك أن تكون قادر على إدراك نقاط قوتك وضعفك وتحديد الفرص المحيطة بك ومعرفة أسباب التهديد أو التحدي التي قد تواجهك. باختصار SWOT analysis. من هو الكاتب اللي تأثرت به وبشدة؟ كل كاتب تمكن من أن يقدم لي صورة جديدة لهذه الحياة، وأن يزيد من وعي بذاتي وبالحياة حولي. في ألان دو بوتون، في يوفال نوا هراري، من الكتاب اللي يعني جدا أثروا فيني، نابليون هيل، جيم رون. طبعا هذول كلهم الكتاب اللي في جانب الفلسفة وتطوير الذات أكثر شيء. لكن إذا نبغى نتكلم عن الشعر والأدب والأمور اللي مثل هاي، محمود درويش بلا منازع، محمود درويش بلا منازع. كيف أحب القراءة وأستمر فيها، وكيف ممكن أن قراءة الروايات أن تطورني؟ القراءة عبارة عن عمل، يعني اجتهاد. لا يمكن أن يأخذ شخص كتاب بحجة أنه يبغي أنه يستمتع فيه ويتوقع أنه هو بس يعني بيتغير في شيء، لأن في ناس كثير قروا مكتبات ورفوف. فعلياً شو اللي تغير في هذا الشخص؟ وفعلياً القراءة هذه كيف أثرت على حياته وعلى اللي حوله، وكيف حسنت، كيف جعلت حياته أكثر جودة، كيف جودت حياته القراءة. فالقراءة عبارة عن عمل يومي، التزام، أن تحب ما في شيء اسمه أحب القراءة. أنا بالنسبة لي يعني هذا شيء شخصي، يعني حياة، هذه حياة، يعني لا تتنفس القراءة أنت،
تتنفسها تعيشها، وهذا مشكلة شيء، يعني هذا شيء واقعي. أنا ما أعرف كيف إنسان يقدر يعيش بدون ما يتعلم شيء جديد، بدون ما يقرأ شيء جديد. فالاستمرار بالالتزام، وحتى ما يكون الشيء ثقيل على النفس، خصص أو خصصي 20 دقيقة كل يوم للقراءة فقط، 20 دقيقة كل يوم للقراءة. بعد فترة بيكون في شعور أني أنا ما أقدر أعيش بدون القراءة، لأن راح يتم تطوير عادة القراءة. فكل شيء في هذه الدنيا نحن، يعني نحن كبشر، نحن عبارة عن منظومة عادات، نحن منظومة عادات. فإذا لم يتم بناء هذه العادة، عادة القراءة، لا يمكن أن نستمر فيها. فقبل 66 يوم لاتي قبل 66 يوم لاتي 66 يوم يمر على قراءة لمدة 20 دقيقة كل يوم. بعد 66 يوم أنت طورت عادة جديدة، أنت طورت عادة جديدة، سيصبح هذا هو الواقع الجديد بالنسبة لشخصك، وبالتالي ما راح تقدر تعيش بدون هذه القراءة. قراءة الروايات الفيكشن، نعم قراءة الروايات تطورنا إنسانيا، تطور منظورنا للحياة، ولكن الأهمية تكمن في خياراتنا في هذه الروايات، لمن نقرأ. الجيل الجديد للأسف يبحثون عن الأسرع الأكثر، يسألون قصير ولا كبير الكتاب، يعني بقرأ في ساعة ولا بقرأ في شهر. هي مش الحكمة أني أقرأ في ساعة ولا أقرأ في شهر، كثر ما هي أنا كم أتغير مع هذا الكتاب. ومو بكتاب واحد يغيرنا، مجموعة كتب، مجموعة قراءات، مجموعة كتاب. فالتغيير هذا لا يمكن أن يحدث فقط من مرة واحدة، هذا عبارة عن بناء عادات. الروايات ستطور منظومتنا، منظومة الوعي، نظرتنا الإنسانية. بعض الأعمال الروائية تطور اللغة، إذا كان كتابها مثل الكتاب الكبار مثل طه حسين مثلا أو المنفلوطي. وبعض الأعمال تطورنا إنسانيا، تطور نظرتنا للحياة، تعطينا منظور مختلف للحياة. أتمنى أني أنا أجبت. أنا طبعا تيني مثل حرقة يوم حد يسألني عن القراءة. من تجربتك الإعلامية، هل تعتقدين أن الإعلامي شخص مؤثر أم أنه يؤثر على بيئته العملية فقط؟ بعض الإعلاميين وصلوا لمستوى يؤثرون على دول ومجتمعات واتجاهات رأي، هؤلاء الإعلاميين اللي يتحولون لقادة رأي. وبعض الإعلاميين هم متأثرين، فهو لا يؤثر على بيئته العملية بقدر ما يؤثر على المحيط والمجتمع اللي حوله. الإعلام هو عبارة عن عمل مجتمعي، عمل معرفي، عمل وعي، أو هكذا يفترض. في الدول الكبرى الإعلاميين قادة رأي ويحركون سياسات، وفي مناطق أخرى من العالم الإعلاميين مجرد متأثرين. فأسئلة عميقة سلطان اليوم. بعد ما يعني من الأشياء أيضا اللي تكلمت فيها، وسبحان الله سألته عن الكتب، يعني فمن الأشياء اللي تكلمت فيها أن كيف الكتب غيرتني، تكلمت عن الصوت لأنه هو يعني محور حياتي، وبديت بقصة لشخص أيضا الصوت هو اللي صنع منه شخص مختلف. في عبر الأثير، ما يميز بينك وبين الشخص الذي تريد أن تكونه هو المعرفة والمهارات والإرادة والالتزام. حطيت أيضا من ألد أعداء المقدم في الأحداث الحية والمباشرة، public speaking أو في تقديم عرافة الحفل، حطيت لكم نقاط وكيف ممكن يتم تجاوز هذه النقاط، يعني إذا القلق كيف نتجاوزه، إذا التجاهل كيف نتجاوزه، الغرور كيف نتجاوزه، الجهل أو الجمود. في شيء جدا مهم، وهذا من تجربتي في الحياة، لا يوجد أعداء في الخارج، العدو الحقيقي هو في الداخل، ذلك الذي نغذيه بخوفنا وجهلنا
وغرورنا. يعني مهم جدا أن ينتبه الإنسان من 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 الغرور. الغرور يعني الغرور مصيبة. مو بس الغرور أن أنت يعني مغرور لأن أنت تعرف أكثر ولا لأنك أنت فلان، كثر ما هو الغرور اللي يقف عائق حتى بيننا وبين أنفسنا. أحياناً يكون شخص حتى مغرور على نفسه. فتركت لكم هذه الكلمة كذلك في الكتاب. مسألة عدم اتخاذ القرارات، يعني أن لا تكون قادر على اتخاذ قرار في حياة يعني في حياتك اليومية مهما صغر أو كبر هذا القرار. فهذه من علة العلل، وفي كثير من الناس يوقفون في أماكنهم لعدم قدرتهم على اتخاذ قرار. في سؤال من الصديقة الغالية والقارئة: إلى أي مدى القراءة تغير تاريخ الشعوب؟ يعني أنا أعتقد القراءة هي التي غيرت التاريخ، هي التي صنعت هذه الشعوب. الناس القادرين على قراءة تاريخهم بطريقة صحيحة هم الناس الأقدر على الاتجاه إلى مستقبلهم. وبدون هذه القراءة الحقيقية، بدون هذه القراءة الواعية اللي لا تجيب على الأسئلة، لأن القراءة الحقيقية هي لا تجيب على الأسئلة، هي تطرح المزيد من الأسئلة. هذه هي القراءة الحقيقية. فيفترض فينا كمجتمعات وكشعوب أن نحن يعني نبحث عن هذه القراءات الواعية. يعني لا تكونون ملهمين بكثر ما تكونون متعلمين. لذلك لما حد يقول لي كيف تأثرت، هي مو مسألة أنا تأثرت ولا كان في إلهام من كاتب أو كتاب، بقدر ما هي مسألة أنا تعلمت. ف don't be inspired, be educated. هذه يعني هذه من القواعد الذهبية في الحياة. فأتمنى أني أنا أكون أجبت على هذا السؤال، وهو كذلك سؤال يعني فيه من ورائه أسئلة. في النسخة السابقة كانت أحد العناوين: دع عملك يخبرك عنهم. وفي هذه الفترة أنا كنت أؤمن أنه بس اجتهد وخل شغلك يتكلم، لكن بعدين تطورت طريقة تفكيري أكثر واكتشفت أنه لا، نحن مخطئين عندما نعمل طول الوقت ولا يعني نمنح أنفسنا مساحة للتحدث عما نقوم به. ويمكن هذا الشيء اللي فرق بيننا وبين الآخرين. وأنا يمكن من هني بديت أؤمن بفكرة العلامة الشخصية، وبديت أشتغل فيها وبديت أسوي فيها كورسات. البيرسونال براندينج هو بالضبط يعني يختصر هذا العنوان: عملك يخبرهم وأنت كذلك تخبرهم عنك. فهنا أرى أن أفضل طريقة لترسيخ مكانتك كإعلامي ومذيع تتمثل في المعرفة الواعية، اللغة السليمة، المرونة الفكرية، أخلاقيات التواصل، الأداء العفوي والأصيل، والتسويق الشخصي الصحيح. نحن في الدقائق الأخيرة لهذه الجلسة. استمتعت أنا كثيراً بإني أنا أقدم لكم هذا الكتاب، وأتمنى أنكم إن شاء الله يعني تعطون هذا الكتاب أيضاً من وقتكم وتشوفون فيه شيء يصلح أنكم تضيفونه لحياتكم. من الكلمات اللي بتركها لكم: الحلم الذي يخيفك هو حلم يستحق القتال لأجله. الحلم الذي يخيفك هو الحلم الذي يستحق دفع الثمن من وقتك وجهدك وطاقتك وانتباهك. راقب خوفك واستثمره بطريقة إيجابية. آخر فصل تم إضافته لهذا الكتاب أو ما قبل الأخير اسمه ما يقال عند الرحيل. وهني أنا وضعت لكم الأسئلة الصعبة اللي أنا طرحتها على نفسي في تلك اللحظات اللي قررت فيها أني أترك الإعلام كوظيفة كاملة 24/7 إلى وظيفة أخرى موازية لهذا الإعلام. والأسئلة اللي أعتقد أنها هي أسئلة المكاشفة الذاتية اللي نطرحها على أنفسنا، وأنا أعتقد أن نحن لازم نطرحها باستمرار.
عند كل مرحلة جديدة، عند كل بداية جديدة، من أنا؟ من أين جئت؟ ماذا أريد؟ لماذا أنا هنا؟ كيف سأصل إلى ما أريد؟ أي الطرق علي أن أسلك؟ من سيرافقني؟ ومن سينتظرني؟ هذه من الأسئلة اللي موجودة في هذا الكتاب. وحطيت في هذا الفصل شو التحدي اللي واجهني في هذه الفترة، تحدي الخطوة التالية. كذلك تركت لكم عندما تحدد أولوياتك انتبه للتالي: الوقت المتاح لإنجاز مهامك، الربح المادي والمعنوي، الفائدة التي ستعود على الآخرين، وطبيعة الضغوطات الداخلية والخارجية. آخر فصل من خلف الميكروفون سميته أنت معك كافياً، وفيه كلمة تقدير أبعثها لكل الأشخاص اللي أحبوني لأجلي، وكذلك كلمة حب أبعثها لذاتي اللي احتملت الكثير، قاومت الجهل، وعلمتني كم أنا معي كافية. آخر فاصل في هذا الكتاب: إذا كنت تشعر أنك ملك في منطقتك فهذا وقت الخروج لتكون تلميذاً للحياة مرة أخرى. بهذا إن شاء الله يعني أكون أنا أنجزت هذا الكتاب، وعلى فكرة أنجزت في فترة كورونا، فأنا شخص أحب الإنجاز، task oriented, people oriented، وهذه الخصال جمعتها مع بعض واستثمرتها واستفدت منها حتى أقدم هذه المشاريع. في مشروع قادم إن شاء الله قريباً سأعلن عنه قريباً، وإن شاء الله راح يكون إضافة في حياتكم. الكتاب حالياً موجود في معرض الشارقة الدولي للكتاب في القاعة 2 على يساركم على طول يوم تدخلون القاعة 2. الدار اسمها سيل للعزيزة إمام بن شيبة، وراح يكون متوفر في أمازون، كندل، وعن طريق موقع سيل نفسه تقدرون تشترون الكتاب كذلك. راح أكون موجود إن شاء الله يوم الخميس تاريخ 12 نوفمبر من الساعة 7 لين 10، وبوقع الكتاب إن شاء الله الساعة 8 المساء، يعني 12 نوفمبر الخميس في تمام 8 مساء بكون موجودة في دار سيل لتوقيع الكتاب لمن يريد. وإن شاء الله يعني يلقى هذا الكتاب أو ينال إعجابكم بإذن الله. جلستنا القادمة إن شاء الله راح تكون في شهر ديسمبر بإذن الله، إذا ربنا حيالنا أول سبت من شهر ديسمبر. إذا في أي موضوع في بالكم تبغوني أناقشه، أنا حاطة طبعاً موضوعي، لكن إذا في أي موضوع تبغوني أناقشه ابعثوا لي على الخاص. الأشخاص اللي من خارج دولة الإمارات الكتاب يوصل لهم أونلاين عن طريق أمازون أو دار سيل. فالكتاب حالياً متوفر في معرض الكتاب، لكن لاحقاً ممكن طلبه أونلاين. أشوفكم إن شاء الله على خير، وتواصلوا معي إذا في أي تساؤل حول الكتاب أو حول جلستنا القادمة. أشوفكم إن شاء الله يوم الخميس 12 نوفمبر في تمام 8 مساء في معرض الشارقة الدولي للكتاب، القاعة 2 في دار سيل. مع السلامة.